للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بروكسل مراسلنا سلامة عطلة، كما ينضم إلينا أيضا من لندن مراسل الغد عمرو المنيري. مرحبا بكما. أبدأ معك عمر، آخر المعطيات والأرقام المتوفرة في بريطانيا في إطار هذه المواجهة المفتوحة مع فيروس كورونا، وكذلك ما المتوقع في المؤتمر الصحفي المرتقب لرئيس الوزراء بوريس جونسون؟ نعم بهاء، آخر الأرقام ربما ذكرناها منذ قليل وهو 171 حالة جديدة سجلت اليوم ليصل العدد المصابين بفيروس كورونا 1543 حالة حتى الآن. اليوم سجلت حالة وفاة هي الأولى في منطقة ويلز. الآن رئيس الوزراء هنا يجتمع مع لجنة الأزمات كبرى، بعد ذلك سيعلن المؤتمر الصحفي الذي سيكون الأول في الملخص اليومي الذي يبدأ من اليوم. من المتوقع أن يعلن بوريس جونسون عن خطوات جديدة صارمة وهي تسمى بالتباعد الاجتماعي. سيطلب من العديد من العاملين بالبقاء في منازلهم وليس الذهاب إلى أعمالهم. أيضا تم توجيه المدارس بأن تعيد أي تلميذ لديه حرارة مرتفعة أو لديه سعال أو أي بوادر للإنفلونزا بإبقاء هذا التلميذ في المنزل. إجراءات متوقعة رغم الانتقادات الكبيرة، لن يكون هناك إغلاق للمدارس، لكن على الأقل هناك مصانع بالفعل أغلقت أبوابها. مصنع فوكسهول للسيارات أغلق جميع مصانعه في أوروبا وبريطانيا. أيضا هناك توقع بأن يتم الإعلان بعدم وجود أي تجمعات في انتظار عدد التجمعات المطلوبة، هل هو 500 فرد أو أقل أو أكثر من ذلك. هذا ما سنسمعه في المؤتمر الصحفي المرتقب بعد حوالي ساعة من الآن على الأقل. بهاء، نعم، ماذا عن المشهد سلامة في بروكسل؟ ما هي آخر المعطيات المتوفرة؟ وهل من مؤشرات على أي عمل أوروبي جماعي من خلال المنظمات الأوروبية لمواجهة هذا التحدي المشترك الكبير؟ أعداد الإصابات في بلجيكا تجاوز 1000 والوفيات 5، والوضع في بلجيكا فرع من الوضع الأوروبي العام. هناك أيضا نقص في المستلزمات الضرورية للتعامل مع المرضى في المستشفيات، وبلجيكا قد اتخذت التدابير الوقائية اللازمة، منها إغلاق المدارس وتعليق الحياة التعليمية كلها وإغلاق المحلات التجارية والمقاهي والملاهي الليلية والمساجد والأنشطة الدينية، كل هذه القائمة الطويلة ما عدا المحلات الخاصة ببيع المواد الغذائية. وهناك ضغوط شعبية أيضا لتزيد وتيرة التدابير، خصوصا وأن فرنسا لم تستمع كثيرا إلى الضغوطات الشعبية وكذلك أسبانيا بعدما ما حدث في إيطاليا، وبالتالي تحاول السلطات البلجيكية أن تتقدم أكثر في هذه التدابير، نافية ما أشيع عن وجود حالات وفاة بين صفوف الشباب. بالنسبة للاتحاد الأوروبي يحاول، خصوصا وأن الاتحاد الأوروبي يعيش أول أزمة صحية منذ تأسيسه بهذا الحجم، وبالتالي ليس لديه من القوانين الناظمة، لذلك تعود القرارات إلى العواصم. العواصم تتخذ إجراءاتها منفردة ولكن تعطي معلومات مسبقة للمفوضية الأوروبية كي تنسق مع باقي الدول. اليوم 7 دول أوروبية أغلقت حدودها أمام الأجانب، هناك قيود صارمة على حركة الشاحنات التي تحمل المواد وخصوصا من الدول المصابة كإسبانيا وإيطاليا، وتأخر لوصول المواد الغذائية إلى نقاط البيع. والمخاوف أيضا اقتصادية، لذلك يعقد اليوم وزراء المالية مالية دول منطقة اليورو اجتماعا عبر فيديو كونفرنس لتدابير اقتصادية إضافية. شكرا على كل هذه التفاصيل والمعطيات من بروكسل مراسلنا سلامة عطلة، ومن لندن مراسلنا أيضا عمرو المنيري. شكرا جزيلا لكما.